السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا أول درس في التربية الاجتماعية وهو الجهات الأصلية الأربع. طيب يا ميس، إيش معنى أصلية؟ معناه هي الجهات الثابتة والمعروفة عندنا، وهي جهة الشرق والغرب والشمال والجنوب. تمام. طيب اليوم بنتعلم كيف نحدد هذه الجهات، كيف نحدد هذه الجهات. معناه لو أنا مثلا واقفة في الشارع، كيف بعرف جهة الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب؟ اليوم درسنا عن هذا الشيء. طبعا أول شيء معروف إن الشمس تشرق من جهة الشرق، معروف إن الشمس تشرق من جهة الشرق وتغيب من جهة الغرب. تمام. طالما نحن عرفنا الجهة الشرق اللي تشرق منها الشمس، وعرفنا من فين تغرب الشمس، إذا أنا بقدر أحدد جهة الشمال وجهة الجنوب. أوكي. إذا أول شيء معنا إحنا أربع جهات أصلية ثابتة: شرق، غرب، شمال، جنوب. ثاني شيء، كيف بنحدد هذه الجهات؟ أتخيلوا معي مثلا أنا الآن أعرف مكان شروق الشمس، هذه الشمس. تمام. أنا الآن واقفة هكذا، أنا عارفة، يعني خلاص أنا عرفت إن الشمس تشرق من هنا، صح؟ إذا بتغرب فين الشمس؟ إذا بتغرب إيش؟ خلفي. إذا هنا جهة الشرق وخلفي جهة الغرب. أوكي. إذا يا مس فين جهة الشمال؟ إذا يدي الشمال بتؤشر على جهة الشمال، ويدي اليمنى بتأشر على جهة الجنوب. أوكي. إذا لو أنا واقفة وعرفت إن هنا الشرق، تخيلوا أمامي جهة الشرق، خلفي بتكون إيش من جهة؟ بتكون جهة الغرب. يدي اليسار، يدي الشمال أو يدي اليسار بتأشر على جهة الشمال، ويدي اليمين بتأشر على جهة الجنوب. خلاص. الآن نحن في أي مكان بنعرف نحدد الجهات الأربع. أوكي. طيب يا ميس، نحن إيش نستفيد من تحديد هذه الجهات؟ طبعا نستفيد أشياء كثير، منها تحديد القبلة. عن طريق هذه الجهات أنا بعرف تحديد القبلة. مثلا أنا رحت رحلة في مكان كده ما فيش مسجد، كيف أنا بعرف أحدد الاتجاه القبلة؟ عن طريق تحديد هذه الجهات. أنا بعرف فين تشرق الشمس ومن فين تغرب الشمس، بعدين أنا بحدد جهة القبلة. كذلك استخدموا هذه الجهات، يعني أعرف أحدد الجهات لو أنا مثلا كنت ماشي في صحراء مثلا وتهت، أو مثلا ماشي في سفينة في بحر. مثلا أنا في الصحراء، أنا عارفة أنني أنا بتجه جهة الشمال، المكان اللي أنا أريد أروحه وهو جهة الشمال. فجأة تهت، ما عرفتش يعني فين الشمال. طبعا الصحراء أنتم عارفين صحراء، أنا كيف بعرف جهة الشمال؟ سهلة جدا، براقب الشمس، بشوف الشمس من فين شرقت. الشمس شرقت من جهة الشرق، مثلا جهة الشرق أمامي. إذا على طول الغرب بيكون فين؟ جهة الغرب خلفي. إذا على طول إيد الشمال بتأشر على جهة الشمال، وإيد اليمين بتأشر على جهة اليمين، وأنا عارفة إنه طريقي في اتجاه الشمال، إذا بأسلك هذا الطريق. واضح؟ تحديد الجهات فائدته، تحديد الجهات فائدته، معرفة القبلة أولا، ثانيا نستعين بها في معرفة الطريق في حالة سافرنا في البحر أو في حالة سافرنا في الصحراء. هذا هو درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.